عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا صحون وفنون هيقدم لكم كل يوم أكلة جديدة من خلال طباخ متخصص. تابع الطباخ كويس عشان تعرف المقادير وتقدر تحصل على جايزة من البرنامج. في كل يوم هيكون معانا ضيف جديد، فنان أو فنانة، مطرب أو مطربة، رياضي أو صحفي أو أديب. وكل يوم هتكتشف مع الضيف ومعانا إن الصحون فنون. سيداتي أنساتي سادتي، ضيفنا النهاردة فنان متميز تماما، متميز سواء في الأعمال اللي عملها أو الأدوار اللي قام بيها. ضيفنا النهاردة ما ننسلوش مثلا شخصية شاليمار في مسرحية جوليو روميت، ما ننسلوش أبدا أبدا متولي الأب في المسلسل الزواج على طريقتي، ما ننسلوش أبدا إسماعيل صديق في بوابة الحلواني. ضيفنا النهاردة نمرة واحد سواء في الكوميدي أو في التراجيدي أو في أدوار الشر المتميزة. ضيفنا النهاردة الفنان الكبير أستاذ أسامة عباس. زي ما بنقول تمانية من قبل بعض، لونج تايم نو سي. لونج تايم نو سي، لا بس دي بجد بقى، بس دي بجد. شوف، هنبتدي مع بعض بالأسئلة السهلة في الأول، السؤال التقليدي. ليه، هو في أسئلة صعبة؟ لا 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 لا، كلها أسئلة جميلة ولطيفة وسهلة. أنت بدأت بتقولي هنبتدي بالأسئلة السهلة. عموما أنت أسئلتك كلها جميلة فأنا موافق عليك. ربنا يخليك يا أستاذ أسامة. إيه آخر أخبارك الفنية؟ طب دي أسئلة صعبة. ليه؟ أنت عارف طبعا إحنا في رمضان دلوقتي. أيوة. فده موسم الشغل بيبقى عزة زنقة، مظبوط، وبنبقى دايما مخلصناش ودايما بنبص فاضل كام يوم، يعني القصة اللي الناس عارفاها دي. بس انا الحمد لله انا خلصت اكتر من حاجة رمضان. خلصت مسلسل اسمه زواج بدون ازعاج. الله. انا قريت كتير عنه في الزواج ده. ده مسلسل كوميدي، والحقيقة انا بنفتقد الكوميدي دلوقتي، فانا فرحان جدا عملته. اب جوز بناته الاثنين ومراته متوفية بقى لها فترة، وابتدى يحب. الله. فلما حب زميلته في الشغل، هي الحقيقة هي اللي نغبشت وراه، وهو دايما بيقولوا كده ان الست هي اللي يعني ايه شيلة فم. ده ضروري. ضروري. لكن كل ما يبدأ انهم بقى هيتجوزوا، هم اتجوزوا بس ما قدروش يقول لولاده، لانهم جه يقول لهم فلقاهم صاروا ذكرى مامتنا وبتاع، فقال لا طيب اديني فرصة كده شوية هخبي على الولاد وبعدين هبتدي اقول لهم، لحد اخر مسلسل ما قدرش يقول لهم. لان كل ما يجي يقول لهم يحصل مشكلة. مسلسل كوميدي لطيف جدا، انا شخصيا سعيد لان انا بقالي فترة كبيرة ما عملتش كوميدي. طيب زي ما حضرتك عارف البرنامج بتاعنا اسمه الصحون والفنون، هنسيب الفنون دلوقتي وهنخش في الصحون. حضرتك بتعرف تطبخ؟ يعني انا بعمل شاي تي باجز كويس قوي. طيب ايه الاكله اللي حضرتك تحب انها تتعمل لك النهارده وتديني رايك فيها بعد ما تتعمل؟ يعني انا نفسي جدا، مش عارف ايه السبب، انما الفخده اللي معموله في الفرن، يا سلام، والصوص بتاعها مش عارف عامل ازاي، ويطلعوا كده ويعملوا يعني فخده في الفرن. حضرتك عايز الأكل. ممكن، يا سلام، ممكن. بص احنا عندنا شكل جد، امال تعالى حضرتك اتفرج جوه بيعملها كمان، شوف. اتفضل هنا كده، امال
كريم. اهلا مساء الخير. ازيك؟ الله يخليك. شرفتنا حضرتك. ربنا يخليك. ايه المفاجاه الحلوه اللي دكتور عاملها دي؟ شايف بقى الحلويات كلها موجوده. لا وكل الحاجات جاهزه يعني في امل فعلا ناكل. الا شيف محمد شوف. تطورنا ساعتك يعني. في حاجه معانا حضرتك طلبها؟ انا دلوقتي واحنا بنتكلم معرفش جاف في نغشيشي. نغشيشي دي الفخده اللي معموله في الفرن وعليها ايوه ضاني وعليها الصوص. الصوص بتاع التسويه اللي بنسوي فيها. ايوه ده ممكن يعني فخده رست حضرتك. ايوه تحب جنبيها حاجه معينه ولا اعملها بطريقتي؟ لا تعملها بطريقتك انت اللي تشوفه حضرتك. انا ممكن اقول لك على طريقه. انا عارف ان انت حضرتك بطريقتك. لا لا اصل انا ممكن اقول على طريقه بس هيترفد بعدها على طول هتبقى اخر نهايه نهايتك. انا هسيبك تعملها بس اوعدك ان هقول لك رايي بصراحه. انا يهمني ولو سمحت حضرتك بسرعه لان انا مستعجل جدا. يعني خمس دقائق. لا خمس دقائق ما ينفعش. ست دقائق. ايه؟ ساعة وربع. ها ساعة وربع؟ معلش دي فخدة رست. الحق. معلش. ساعة وربع بس. ساعة وربع. من ساعة عشان حضرتك ما نحاول نخليها ساعة شوف. اوكي. لا ساعة وربع بس ساعة وثلث على طول هعلي الفرن. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل بيه. هقدم لكم اليوم طبقين، الطبق الأول عبارة عن فخد لحم بالفرن اللي هو جيجو، والطبق الثاني عبارة عن طماطم محشية بسلة بالمايونيز. نستعرض مع بعض المقادير بالنسبة للطبق الأول اللي هو فخد لحم بالفرن. فخد لحم جيجو اللي هو كيلو ونص وزنه، واحد علبة فاصوليا بيضة بالطماطم جاهزة، اتنين كوسة سوتيه، واحد حبة جزر مبشور أو مقطع، كرفس، كرات، توم، بصل، طماطم كله متقطع، علبة طماطم معجون مركزة، ملح زائد بهار. مقادير بالنسبة للبسلة، ست حبات بالنسبة للطماطم بالبسلة، ست حبات طماطم مفرغة، واحد علبة بسلة جاهزة، بقدونس مفروم، بصل مفروم، طماطم مفروم ناعم، زائد فلفل مفروم، مايونيز. نعيد مع بعض المقادير مرة تانية. بالنسبة لفخد لحم بالفرن، فخد لحم جيجو وزنه كيلو ونص، واحد علبة فاصوليا بيضة بالطماطم جاهزة، اتنين كوسة سوتيه، واحد حبة جزر مقطع، زائد كرفس، زائد كرات، زائد توم، زائد بصل، زائد طماطم كله مقطع، واحد علبة طماطم معجون، ملح وبهار. المقادير بالنسبة للطماطم محشية بالبسلة والمايونيز، ست حبات طماطم مفرغة، واحد علبة بسلة جاهزة، بقدونس مفروم، بصل مفروم، طماطم مفروم ناعم، زائد فلفل مفروم، مايونيز. نبدأ بالبسلة مغسولة ومصفية ميتها. بعد كده نضيف المفاريم اللي احنا عاملينها. بقدونس. بصل مفروم. فلفل مفروم، طماطم مفرومة. المايونيز. نحط ملح. نجيب نص ليمونة نعصرها. نقلب كله مع بعضيه. زيت زيتون شوية صغيرين. شوية فلفل مطحون بالبهار. اللي يحب خل يحط خل، ما يحبش الليمون كفايه. كده الخلطه جاهزه. ابدا احشي الطماطم بتاعتي اللي انا مقطعها من الداخل مفرغه يعني زي ما انتم شايفين. مرصوصه في سرفيز تحتيها خاص مشكل. بعد كده ابدا اجهز الطبق الثاني اللي هو الفخده الجيجو. حطيت الطاسه على النار طبعا زي ما انتم شايفين بتسخن. بجيب الفخده وابدا عندي توم مقشر زي ما انتم شايفين.
اعمل فتحات فيها واديها توم. الحاجات دي طبعا مهمة جدا، بتدي للأكل تيست. أبدأ أملحها ملح من الجهتين. شوية بهار ناحيتين برضو. دي البهار، ممكن أضيف أعشاب متوفر عندي، روزماري، أوريجانو، أي نوع أعشاب موجود. كده تبلت الفخدة بتاعتي، ممكن أحط حتة زبدة أو شوية زيت عشان أحمر اللحمة تحمير سريع. نحط نقطة زيت. أضيف هنا البصل. أكل البصل خفيف. ضفته كرات الكرفس. الجزر متقطع عندي. لو اللحمة اتحمرت نبدأ نقلبها على الوجه التاني. حمرت الفخدة، هنقلها هنا الطاجن اللي هسوي فيه، وأحط مكان التسوية الخضار اللي أنا بحمره. وهبدأ أضيف الخضار ده، الطماطم اللي هي مقطعة، احط له ورقه لورو اللي هو ورق الغار. هنا برضو ممكن اضيف اعشاب، شويه بهار، شويه ملح. قلبته كويس كده واتحمر زي ما انتم شايفين. اديله معلقه او معلقتين طماطم معجون مركزه. لحد ما اللون بتاعي يبقى لون بني بدون ما الحاجة تحرق، أبدأ أضيف مية. ضفت مية وغلي كل ده، أبدأ عندي فخدة متحمرة محطوطة في الطاجن، أحط الخليط ده كله عليها. وأجيب بعد كده ورق سيلفر اللي هو الألمونيوم فويل، وأغطي الزجوج بتاعي. غطيته كويس ولفيته وديته كل حاجة. تبدأ مرحلة التسوية. أبدأ أحطه في الفرن، عندي الفرن والع من قبل كده زي ما انتوا شايفين. في واحد في الفرن جاهز من الأول أنا مجهزه، ده طبعا بياخد حوالي ساعة ونص في الفرن. دلوقتي نقفل الفرن على ده وأوريكوا اللي أنا جهزته. كده مستوي زي ما انتوا شايفين. نجيب السكينة
عشان اخلي الفخذ بتاعي. طبعا اللي يحب يقدمه زي ما هو سليم كده يقدمه، بس انا عايز اقطعه لكم عشان تشوفوه جاهز بعد التسويه بشكل بتاعه الاخير يعني. طبعا خلي بالكم طالما الفرن سخن فما ينفعش تمسك بايدك على طول، لازم شوكه مطبخ او شوكه اكل، اي شوكه موجوده عندك. ابدا ارص اللحمه بتاعتي في السرفيز. بعد كده اجيب الصوص اللي هو استوى فيه الفخده الجيجو واصفيه فوق اللحم نفسه اللي هو الصوص بتاعه. الكوسه دي متقطعه 8 شط، حطها سوتيه في الزيت وملح وفلفل. سخنت الكوسه، اضيف الكوسه على جنب. ابدا اجيب الفاصوليا واجيب الطماطم اسخنها. طبعا اتاكد ان الفاصوليا سخنت كويس ما تكونش بارده من الداخل، وبعد كده احطها جنب اللحمه وجنب الكوسه. طبعا السرفيز منضف كويس، وبكده يعتبر الطبق الرئيسي جاهز اللي هو الجيجو دانيو او الفخده الضاني، والطبق الثاني اللي هو طماطم محشيه بالبسله والمايونيز. وبكده يكون كل شيء جاهز، وتفضلوا حضراتكم بالهنا والشفا. ايه 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 بقى لنا ساعه قاعدين، فين الاكل؟ ما هو بيجهز قدام حضرتك هناك. ايوه بيجهز، ده انا عملت البيض في 5 دقايق، هي شغلانه. لا لا صح اهو. لا 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 بجد اهو. انا اسف جدا، انا كنت بتهمك دلوقتي. لا انا منتظر راي حضرتك يعني. لا قوي. ايه رايك؟ كفايه نظامه يعني، من حلاوه ما هو تنظيمه كده الواحد مش عايز ياكله. لا بون ابيتي حضرتك بقى، دوق وقول لي الحكايه عامله ازاي. ايوه الصوص دي اهي، دي اللي انا بتكلم ده اللي حضرتك. ايوه اللي في روحك. أيوة. كده دي تطلع ريحه ديه. بجد؟ لا هاي نايس، هاي اللي من صحيح. انا شايفك وانت كمان في بتاعه تانية كانت معاك. يا فين؟ لا اصل انا بحب قوي. متر من فضلك فين الطبق التاني؟ مش فيه؟ ايوه هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه. هو ده طماطم عشان سلب المايونيز. تسلم ايديك. تخيل. شايف بقى الحكايه؟ لا كفايه منظرها. حاجه تهبل بحق حقيقي. حلو قوي ده. دلوقتي قبل ما حضرتك تكمل الاكل ان شاء الله لازم نقول، هنقول حاجه لا اكمل الاكل، المسابقه بتاعتنا وبعد كده اللي هي حضرتك هتقول المقادير، على شرط ان الساده المشاهدين يكونوا عارفين ان حضرتك متعمد انك تنساها. يلا معايا. فخده لحمه بالفرن، فخده لحمه نص كيلو، لا اعتقد انها اكتر من كده. كوسه سوتيه، جزر مبشور، كرفس، كرات وتوم، بصل وطماطم، معجون طماطم، ملح وبهار. حضرتك سبت حاجه من الريسبي مش كده؟ طبعا. عظيم جدا جدا جدا. في واحده من الوصفه ناقصه. ناقصه. على حضراتكم انكم تعرفوا ايه الحاجه اللي ناقصه، وان شاء الله ميعادنا بكره مع ضيف جديد وحلقه جديده واكله جديده من برنامجكم صحون وفنون. الصفر.
شاركني.